مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، نستهلها بالعناوين. الحكومة والجبهة الثورية توقعان على اتفاق إطاري في مسار دارفور. مجلس الوزراء يجيز الموازنة متضمنة تحريرا تدريجيا لأسعار المحروقات. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتعهد بفتح ملفات الفساد بالوزارة. أهلا بكم مشاهدينا. وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية مسار دارفور بمقر المفاوضات في جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم السبت على اتفاق إطاري يحدد مبادئ التفاوض ويحوي على عدد من القضايا القومية والولائية على رأسها وضعية دارفور خلال الفترة الانتقالية. ووقع عن الجانب الحكومي عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، بينما وقع قادة حركات الكفاح المسلح بدارفور على الاتفاق، ويشمل الاتفاق وضعية دارفور خلال الفترة الانتقالية إلى جانب الخدمة المدنية والقوات المسلحة ومعالجة قضايا النازحين وإعادة الإعمار. ووقعت على الاتفاق أربع حركات أبرزها العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان جناح مني أركومناوي. كل الشعب الأيام في غا وغان على مسار بتاع دارفور من أكبر مسارات ومن أكبر الجفة في دارفور، ويتغنى لنا نحن الآن نصيغنا ضريبة السلام الحقيقية بتوغاز المسار، ونحن نأكل الشعب السودان لحنا نحن ماضين عن اتفاقية عاجلا قريبا. نحن الآن وصلنا لحنا نحن من بقلة بعد بقلة نكويف بتفاصيل الذين وقعنا عليه. وقال رئيس الوساطة الجنوب السودانية تود جولواك مستشار الرئيس البكير ميردت للشؤون الأمنية في تصريحات صحفية إن الاتفاق يؤكد مضي مفاوضات السلام في المسار الصحيح، مشيرا إلى أن استقرار السودان يمثل استقرارا لجنوب السودان. هذا الاتفاق الإطاري يحتوي على عدد من القضايا، قضايا مرتبطة بالنزاع في دارفور، بتخاطب مسألة النازحين واللاجئين وقضايا الأرض والحواكير وقضية التعويضات وقضايا أخرى مرتبطة بالعدالة والمصالحة، وكذلك وضعية دارفور في خلال المرحلة القادمة المرحلة الانتقالية. هذا بالإضافة إلى قضايا ذات طبيعة قومية. نحن أعددنا هذه المواقف مع استصحابنا للتحول الكبير الذي طرأ في السودان بعد ثورة ديسمبر. من جانبه شدد عضو الوفد الحكومي المفاوض شمس الدين كباشي على عزيمة أطراف التفاوض للوصول إلى السلام، واعتبر أن توقيعه على إعلان المبادئ يسهل عملية السلام للوصول إلى سلام شامل، وأكد جدية الطرف الحكومي في الوصول إلى السلام. بحمد الله وتوفيقي تمكننا اليوم وبإشراف مباشر من الوساطة المشتركة برئاسة الأخ الفريق تود جلواق مستشار الرئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، الوساطة المشتركة مع الإخوة من دولة تشاد الوفد بتاع البرأس الفريق بشارة عيسى جاد الله، بتوافق كامل مع إخوتنا في مسار دارفور في حركات الكفاح المسلح، تمكننا اليوم من التوقيع على الاتفاق الإطاري لمسار دارفور. هذا وكان القيادي بحركة العدل والمساواة أحمد تجد امتدح لسان اتفاق المبادئ، وقال إن المفاوضات هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، مشيرا إلى أنها خطوة جديدة مما يؤسس إلى تحقيق سلام شامل ويمكن الأطراف من مناقشة القضايا محل التفاوض. هذا الاتفاق الإطاري يحتوي على عدد من القضايا، قضايا مرتبطة بالنزاع في دارفور، بتخاطب مسألة النازحين واللاجئين وقضايا الأرض والحواكير وقضية التعويضات وقضايا أخرى مرتبطة بالعدالة والمصالحة، وكذلك وضعية دارفور في خلال المرحلة القادمة المرحلة الانتقالية. هذا بالإضافة إلى قضايا ذات طبيعة قومية. نحن أعددنا هذه المواقف مع استصحابنا للتحول الكبير الذي طرأ في السودان بعد ثورة ديسمبر.
سلمت الوكالة الأمريكية للتنمية ووزارة الإنتاج بشمال دارفور مزرعة السلام النسوية النموذجية بمنطقة شجرة بريف الفاشر لجمعية تنمية وتطوير المرأة والطفلة في إطار برنامج من أجل سلام دائم بالسودان بهدف تمكين المرأة اقتصاديا. ويستهدف المشروع 500 أسرة، واشتمل البرنامج على إدخال التقنيات الحديثة في الري والزراعة. لم تعد المرأة الدارفورية بذات صورة نمطية، فقد أصبحت رقما مهما في الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هنا في منطقتي شجرة وغولو تنشط واحدة من أهم الجمعيات النسوية، وتحقق إنجازا بمزرعة نموذجيه الأولى من نوعها بأنظمة وتقانة حديثة وطاقة نظيفة وإنتاجية عالية. نشكر المعونة الأمريكية الركبت لنا البير وعملت لنا السهريج والطاقة الشمسية ودربتنا على العمل الزراعي، حتى انه يعني نكون شاطرات في الزراعة، ما نشتغل بعشوائية. أكثر من 45 ألف دولار دفعت بها الوكالة الأمريكية للتنمية في إطار برنامج من أجل سلام مستدام بالسودان، وتهدف بذلك لتطوير قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا وإدخالها منظومة التقانة الحديثة. هذا المشروع المزرعة النسوية بالشجرة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة يقدر ب 45 ألف دولار، بيستهدف بطريقة مباشرة 500 امرأة أو 500 أسرة. يعني المشروع جزء من برنامج نحو سلام دائم في السودان الموقع بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة السودان عبر وزارة التعاون الدولي. هدف هذا المشروع هو تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. واحد من أهدافنا الأساسية إنه احنا نمكن المرأة اقتصاديا والشباب، وده واحد نموذج من النماذج بتاع تمكين المرأة. عملنا مشروعات كثيرة وفي ولايات دارفور المختلفة، عندنا مزرعة مماثلة في الضعين في شرق دارفور، ودي المزرعة هنا، وعملنا مزرعة أكبر منها في النيل الأزرق. تقول وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال دارفور إنها تأمل أن تكون المزرعة النسوية انطلاقة لتنمية اقتصادية متوازنة بالمناطق الريفية، وأن تسهم في رفعة وتقدم المجتمع والعملية الإنتاجية. المزرعة دي عبارة عن مزرعة للتنمية الريفية للمرأة بالمنطقة، ويمكن تم بتمويل من المعونة الأمريكية، والمعونة الأمريكية قامت بحفر وتركيب الطاقة الشمسية للبير وتدريب النساء بالمنطقة، يمكن دربت حوالي 300 امرأة وجلبت لهم آليات برضو آليات زراعية لمساعدة المرأة بالمنطقة. ونتمنى انه المشروع ده يكون نواة لتنمية وتطوير المرأة بمنطقة شجرة وغولو. سبق هذه المزرعة غابتها شاب نسوية ومجالات التدريب الحرفي لتوجيه طاقات نساء الريف الى الانتاج وتنمية الاقتصاد الاسري. ياسر ادم حسن، قناة الشروق، ولاية شمال دارفور، من منطقة شجرة ريف الفاشر. أجاز مجلس الوزراء موازنة العام 2020 متضمنة تحريرا تدريجيا لأسعار المحروقات مقابل استمرار دعم القمح وغاز الطبخ. وأعلن وزير المالية إبراهيم البدوي في مؤتمر صحفي إجازة مقترح موازنة العام، وأكد أن الموازنة تحمل بشريات بينها مضاعفة الصرف على الصحة والتعليم ومنع فرض أي رسوم دراسية وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ في الدولة، كما تضمن مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية وزيادة المرتبات بنسبة 100%. ترتكز هذه الموازنة على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو استهداف موجهات أو أهداف التنمية الأممية المستدامة، من حيث التركيز، من حيث تخصيص الموارد، من حيث الاهتمام بمتابعة البرامج وتحقيق موجهات الميزانية في مجال التعليم والصحة والبنيات التحتية لخدمات المياه والخدمات الاجتماعية بصورة عامة. ثانيا، هذه الموازنة تأخذ في الاعتبار
معاناة الشعب السوداني نتيجة للإفقار الممنهج الذي مارسه النظام البائد من حيث التمكين والفساد المؤسسي، مما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية وإضعاف مستوى الدخل ومستوى المعيشة، خاصة بالنسبة لذوي الدخل الثابت أو الدخل المحدود، الأمر الذي دفع هذه الموازنة إلى التركيز على قطاع الخدمة المدنية من حيث ترتيب وتقويم الوظائف وإزالة التشوهات وعدم التماثل الذي طبع نظام الخدمة المدنية في السودان، وحيث ركزت هذه الموازنة واعتمدت زيادة كبيرة في المرتبات تصل إلى 100% من حيث البند المرتبات. إلى ذلك أعلن وزير المالية عن تخصيص مبلغ 1 مليار جنيه لبرامج الدمج وتسريح المقاتلين بعد تحقيق السلام، مشيرا إلى قابلية المبلغ للزيادة لبند السلام مع الالتزام بالتمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالحروب وتخصيص 7% لتلك الولايات. هناك برنامج للحماية الاجتماعية متعدد، يبدأ ببرنامج تجريبي يشمل حوالي 900,000 أسرة تغطي ما يعادل 4,500,000 مواطن، يتم اختيارهم بصورة يعني علمية حسب معايير واضحة من أولئك الذين يعني يقعون تحت خط الفقر ويعانون من الفقر المدقع. من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام إن إجازة الموازنة من قبل مجلس الوزراء تعتبر مبدئية، وأوضح أن الموازنة سترسل مباشرة إلى مجلس السيادة لمناقشتها وإجازتها ليتم عرضها بعد ذلك على اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لإجازتها في صورتها النهائية. وأشار صالح إلى أن الموازنة ستخضع قبل ذلك لمناقشات بين مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. هذه طبعا خطوة أولى أن مجلس الوزراء أجاز الميزانية، هذه خطوة أولى. ستذهب الميزانية إلى السادة في مجلس السيادة ليتدارسوها، ثم سيعقد اجتماع مشترك باعتبار أنه مجلس الوزراء ومجلس السيادة معا هم يشكلوا المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة الدستورية الآن، وبالتالي من المؤكد أنه ملاحظات السادة أعضاء مجلس السيادة أو أي مراجعات لديهم ستؤخذ بالتأكيد في الاعتبار، ولن يعني يصبح مشروع الميزانية مشروعا نهائيا يصدر بقانون ما لم يجاز في الاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادة. كشف وزير شؤون الرئاسة بمجلس الوزراء عمر مانيس عن اتجاه الدولة لمراجعة جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، وشدد على ضرورة ربط المهاجرين بالوطن وإعادة النظر في العلاقة بينهم ووطنهم، ودعا لضرورة الاستفادة من الكفاءات لنقل خبراتهم للوطن، لافتا خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السودان للتنمية الذكية الذي نظمه برنامج نقل المعرفة بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة إلى أن الحكومة الانتقالية مهمتها إرساء أسس للسودان الجديد. هذه العلاقة بين الدولة وأبنائنا في المهاجر في مفهومنا للجسم الذي يتولى أو تصب عبره مبادرات ومساهمات أبناء السودان في الخارج. إلى ذلك أكد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عبد الرحمن سيد أحمد اهتمام الدولة بشريحة المغتربين واعتبرهم شركاء في التنمية، ودعا المغتربين للمشاركة الفاعلة في بناء السودان وتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، وطالب القائمين على أمر المؤتمر بوضع خلاصة علمية تسهم في إيجاد الأفكار الملائمة وتنفيذها. وقال لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السودان للتنمية الذكية الذي نظمه برنامج نقل المعرفة مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة إن المؤتمر يهدف إلى مراجعة ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة بالسودان، تقديم توصيات تنفيذية للحكومة الانتقالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونتطلع أن يصير هذا اللقاء المبارك حوارا علميا هادفا
بين أمناء السودان بالداخل والخارج، ويدفع باتجاه صياغة نمط جديد للسير باتجاه تحقيق الرفاه للمجتمع وحفز التنمية في مختلف المجالات، بما يحقق النمو للإنسان والاقتصاد وصون البيئة وكرامة الإنسان وتحقيق ازدهاره. احتفل مشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان بتكريم المجتمعات العشر المستفيدة من المشروع بولاية كسلة. واستهدف المشروع في مرحلته الثانية التي قدرت معدلات نجاحها بنسبة 100% بناء على قدرات المجتمعات في إدارة الموارد وتعزيز التعايش السلمي ومحاربة الفقر. ودعا مدير المشروع محمد عثمان محمد إلى ضرورة تطوير المشروعات وتنويع أنشطتها بما يتماشى وأهداف المشروع. مساعدة المجتمعات الفقيرة وخلق نوع من الشراكة الناجحة معها من أجل إدارة مواردها على نحو مستدام كان هو مؤشرا لنجاح مشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان. فالمشروع الذي استفادت منه 10 مجتمعات بولاية كسلة لبى الاحتياجات المعيشية لتلك المجتمعات وعزز من التفاعل المجتمعي مع المشروعات المطروحة. أنا ميسر للمجتمع، المجتمع فيه 4 قطاعات، قمت بجمع الأقساط في صندوق تبادل المنفعة، وبعد ذلك استخدمت حملات شبابية في صحة البيئة، وكذلك في تشجير المنازل استعنت بالرئيسة رئيسة المرأة، وكذلك قمنا بعمل مزارع منزلية. درنا المشاريع المجتمعية الصغيرة في المتعلقة بسبل كسب العيش المشاريع الأفراد، وثم بعد ذلك تحصلنا على هذه الجائزة كأننا نجحنا في صندوق تبادل المنفعة باسترداد الأقساط من المواطنين الذين استهدفهم المشروع كمستفيدين. فنحن حقيقة استفدنا بذلك بالتجارب والورش التي أخذناها من المشروع وطبقناها في الواقع الحقيقي. ويبدو أن المسح الشامل والدراسات والبحوث التي تمت لتلك المشروعات مصحوب ذلك ببرامج بناء قدرات المستهدفين كان هو الآخر دافعاً لنجاح المشروعات المنفذة في مجتمعات الولاية العشر. مشروع سبل كسب العيش كان النهج بتاعه نهج تنموي، نهج علمي، بدأ من المسح للمجتمعات، من تحديد المشاكل، تحديد الأولويات، تحديد المشكلات، وضع الحلول للمشكلات، اقتراح الحلول، بعد ذلك يمكن تنفيذ الحلول عبر مشروعات صغيرة للمجتمعات. طيب بعد يمكن ذلك يمكن هو أهم المحور الثاني هو بناء القدرات. المشروع يتم ببناء القدرات لكل المجتمعات حتى تتمكن من إدارة هذه المشروعات التي تم تملكها. الاحتفال بتكريم المجتمعات والأفراد المستفيدين من مشروع سبل كسب العيش المستدام جعل إدارة المشروع تنادي بتطوير المشروعات وتنويع أنشطتها بما يتماشى مع أهداف المشروع. المستفيدين الأبطال على مستوى سبل كسب العيش هم معنيين بأن والله يا أخوان يطوروا مشروعات. لازم المشروع اللي تم استلامه من قبل مشروع سبل كسب العيش يتم توسعته من حيث عدد الأنشطة، يعني ما نقف على نشاط واحد، حاول نوع في نوع في شكل الأنشطة، كذلك حاول نوع أو عظم من رأس المال بتاعك وأشرك أكبر قدر من الناس اللي حولك يكونوا جزء معك في المشروع عشان تقدر تكون خلقت فرص عمل لآخرين. خالد بشير الشروق، ولاية كسلة. تعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح بفتح ملفات الفساد الذي ضرب الوزارة إبان العهد السابق وعلى رأسها الأوقاف. وقال في مؤتمر صحفي في هذا الشأن إن الوزارة تكونت لجانا لإعادة هيكلتها بما يتماشى والوضع الراهن، إضافة إلى حصر كل العقارات والأراضي التي تتبع للأوقاف بكل الولايات. وأكد الوزير أن ثمة عقارات تتبع للأوقاف بالمملكة العربية السعودية سيتم تخصيص ريعها لخدمة الحجاج والمعتمرين، لافتا إلى أن التعديات على الأوقاف دفع الخيرين إلى التراجع عن وقف ما يملكون من أجل المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت عدة ورش لتأهيل الأئمة والدعاة بالمركز والولايات، وذلك من أجل تأهيلهم لمحاربة الغلو والتطرف ونبذ خطاب الكراهية والعنف والعنصرية. وأكد أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن رفع اسم السودان من قائمة الدول المقيدة للحريات الدينية في سبيل إبداء آراءنا في الوزارة قبل ما نجيها وأثناء ما جينا لها،
وآرائنا المستقبلية والبرامجية والأهداف والمرامي التي يعني بنرمي إن نحن نعملها لصالح الدولة الجديدة، لصالح البنيات التحتية لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية متعددة بترعى مصالح مواطنيها. وعلى هذا الأساس نحن إن شاء الله جادين وراغبين جدا في إنه نحن ننزل شعارات الثورة، الحرية والسلام والعدالة في أرض الواقع. أكد عضو مجلس السيادة صديق تاور ضرورة وضع خطط وبذل جهود للاستفادة من البحوث، مشيرا إلى أن البحوث جادة ومفيدة ولكنها تنتهي بانتهاء مراسم الدفن ولا تجد حظها، والاستفادة منها في تطور ووضع الخطط والبرامج التي تهم البلاد. وقال إن هناك مشكلات ومعاناة تواجه الطلاب في إجراء البحث تتمثل في الصرف على البحث بجانب عدم التواصل بين الطلاب بالجامعات، لافتا إلى أهمية تكسير الصلة بين الجامعات لتلاقي الطلاب. وأشار إلى ضعف مواعين البحث العلمي وأنه لا يوجد ما يمكن الطالب من إجراء بحثه بسهولة، وإنما يواجه الطالب بكراهية في إجراء أو استخدام المعامل في شتى المجالات البحثية التي تساعده في بحثه. وقال إنها سمة تتكرر لعدد من السنوات خاصة في وجه طلاب الدراسات العليا مع نقص في الإشراف، ويلاقي الطلاب الوافدون معاناة في الدراسة داخل السودان، وطالب بتشجيعهم وحل كل المشكلات التي تواجههم باعتبارهم واجهة السودان في المستقبل. من جهتها أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون في مؤتمر الدراسات العليا 11 الذي تنظمه جامعة النيلين سنويا دعم البحث العلمي ب600,000 جنيه، مؤكدة وجود مشكلات تواجه البحث العلمي وطالبت بالاهتمام به للتأصيل وحل المشكلات التي تربط بين الجامعات والعلاقة بينها، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالبحوث وأن على الدولة الصرف عليها باعتبارها تسهم في تطوير البلاد. أي يعني مشرف على معمل في مركز بحثي أو في مؤسسة أو في كذا، يعني بدل ما يفتح الأبواب وقيمة الجهاز في العدد الذي قدموا من الخدمات والمساعدات للمستخدمين وليس في يعني حجب الناس من الاستفادة من الجهاز، ولكن الروح السائدة لسنوات طويلة دائما هي روح عدائية، يعني طالب يقول لك أنا مشيت المؤسسة الفلانية حتى من الباب ما يخلو يدخل، أو حتى إذا قابل إجراءات وينسوا إنه هو يعني مسجل لفترة معينة، بعد المدة يجيو إشعار بأنه مدتك انتهت، عليك أنه تخلص وقدامه كتابة قدامه تحليل. فعند معاناة يعني طلاب الدراسات العليا لديهم معاناة كبيرة. مشاهدينا جولتنا تستمر معكم هذا المساء، تتابعون فيها بعد الفاصل. التعدين تنهي احتكار 88 مربع تعدين كانت محجوزة لشركات استثمارية ونافذين. في أخبار الاقتصاد، أنهت سكرتارية لجنة التعدين أعلى سلطة لمنح التراخيص والعقود بقطاع التعدين في السودان، أنهت حجز 88 مربع امتياز للتعدين عن الذهب، وكانت المربعات محجوزة لأشخاص نافذين إلى جانب شركات معروفة وأخرى مجهولة. وأصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن توجيهات مباشرة بإنهاء حجز تلك المربعات. وقال سكرتير لجنة التعدين طارق جلال أنهم وعند استلامه مهامه سكرتيرا للجنة التعدين عقب سقوط النظام البائد تفاجأوا عندما تقدمت عدد من الشركات بإحداثياتها لمنحها تراخيص باعتذار إدارة المشروعات بهيئة الأبحاث الجيولوجية من غير إبداء أي أسباب. دعا خبراء ومختصون في مجال الثروة الحيوانية إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني، وأشاروا إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات التي حالت دون تطويره، مما يستدعي وضع السياسات والبحوث العلمية إلى جانب تطوير كافة الخدمات للإنتاج الحيواني وإصلاح المواعين الصادر. وقال رئيس المجلس البيطري في حديثه في مبادرة المجلس البيطري لترقية الإنتاج والإنتاجية وصادرات الثروة الحيوانية إن عائدات الثروة الحيوانية لا تتناسب مع حجمها، وذلك نسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج والاعتماد على طرق الإنتاج التقليدية. وأوضح أن المنتدى يناقش العديد من الأوراق العلمية التي تتعلق بتطوير وتنمية الإنتاج الحيواني وتسويقه. لتطوير هذا القطاع
وتحقيق الاستفادة القصوى لا بد من وضع استراتيجيات تنطلق من قاعدة بيانات صالدة وبحوث تطبيقية عملية لوضع حلول متكاملة وقابلة للتنفيذ لمجابهة تحديات كل مكونات القطاع. يدعم ذلك بابتكار ونقل التقنيات المختلفة ورفع القدرات وتكثيف الإرشاد وإجازة التشريعات والقوانين المناسبة. وفي السياق، قال وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله إن وزارته تولي البحث العلمي في مجال الإنتاج الحيواني اهتماما بالغا من أجل تطوير القطاع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. أن الهدف من المنتدى تحليل الوضع الراهن لإنتاج وصادرات الثروة الحيوانية والتحديات الجسيمة التي تواجهها وسبل التغلب عليها، مستهدفين وضع الحلول لتوفير الأمن الغذائي من الأغذية ذات المنشأ الحيواني وزيادة عائدات وصادرات الثروة الحيوانية لتحقيق أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني ودعم المنتجين والإنتاج. ونأتي إلى الأخبار الرياضية التي يتصدرها خبر الهلال الذي أشعل المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على نجم الساحلي بهدف دون رد على ملعب الأولمبي براديس ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لأبطال أفريقيا. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أطهر الطاهر في الدقيقة 60 بعد أن صوب كرة قوية سكنت شباك النجم ليرفع الهلال رصيده من النقاط إلى 6 نقاط. مشاهدينا، ختام جولتنا في السودان هذا المساء التي قدمناها لكم من قناة الشروق تذكير بأبرز العناوين. الحكومة والجبهة الثورية توقعان على اتفاق إطاري في مسار دارفور. مجلس الوزراء يجيز الموازنة متضمنة تحريرا تدريجيا لأسعار المحروقات. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتعهد بفتح ملفات الفساد بالوزارة. تكاملت إذن جولتنا في السودان هذا المساء مشاهدينا، تحياتنا والفريق العامل ومراسلي الشروق في مختلف ولايات السودان. الشروق.net للمزيد من الأخبار والمعلومات. دمتم في أمان الله.